انا مش عايزك تشيلي هم حاجه حتى الاتعاب اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. معنى كده يعني ان حضرتك هتعمل لي خصم؟ ومش اي خصم، انا هرفع لك القضيه دي ببلاش. ببلاش يعني ايه؟ وايه المقابل ان شاء الله؟ ولا حاجه. القضيه دي بالنسبه لي تحدي. يعني ايه ياكلوكي في 35 جنيه؟ ال 35 جنيه دول راحوا فين؟ ومين اللي هيستفيد بيهم؟ صح، لعلمك الموضوع بالنسبه لي مش موضوع فلوس، لا. بس انا محدش ياخد مني حاجه غصب عني، واقعد اسال يقولوا لي اصلها معونه شتا، واصل معونه الشتا دي اتلغت وانا ما بقتش عارفه حاجه. يا ميس صدفه، اللي حصل معاكي ده اسمه فساد، والناس الشرفه اللي زيي وزيك لازم يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويواجهوا الفساد ده. طب والله الكلام اللي انت بتقوله ده بيديني امل. لعلمك كله عمال يقول لي القضيه دي خسرانه. القضيه دي مضمونه 100%. مشكلتها الوحيده بس انها محتاجه لطولة بال واوراق كتير ومجهود. انا بقى هريحك من الكلام ده كله وهمضيك على شويه اوراق وملكيش دعوه بحاجه بعد كده. روح يا شيخ، ايه اللي يخليك؟ عارف لو الناس كلها زيك كان زماننا دلوقتي عايشين في دنيا غير التاني. يا ريت الناس كلهم زيك يا مس صدفة. تسلم. هنا؟ هحتاج منك بس بصمتك على ورقتين. يا ابن اللعيبة، ايه رأيك؟ أستاذ ورئيس قسم، عشان تعرف بس. يا سلام عليك. اتفضل. قهوتك يا سيادة المستشار. وجايبة القهوة بنفسك؟ ما احنا ما عندناش اغلى من حضرتك. ميرسي يا غالي. العفو. قولي لي يا غالي، الموظفين بره ولا مشوا؟ لا كلهم مشوا. طب اتفضلي مشيتي كمان. اوكي، بعد اذن حضرتك. مع السلامه. والبصمه دي بتاعتها ولا بتاعت حد تاني؟ انا كده هزعل منك. عملتها ازاي دي؟ ربنا يخلي لنا البيض المسلوق. افهم. ما هو انت لو فهمت هتستغنى عن خدماتي. انا اقدر استغنى عن خدماتك؟ هو انا اقدر اعمل حاجه من غيرك؟ بس أنا مش مقتنع بموضوع الجواز ده. شايف إنه ملوش لازمة. بالعكس يا جلال بيه، أنت دلوقتي هتتنازل عن الشركة وعن كل أموالك لواحدة ما تعرفهاش خالص. نفرض بقى بسلامتها راحت أي مصلحة عشان تطلع ورقة وهوب عرفت إنها صاحبة الهلومة دي كلها. هنعمل إيه ساعتها؟ هنسيب لها الجمل بما حمل ونقول لها حلال عليكي؟ حلال عليكي؟ ده أنا أذبحها أقتلها. مش هنحتاج للقتل. احنا هنجيبها لغايه عندنا ونقول لها لو عايزه تتطلقي اتنازلي. بس انت وعدتني انك هتعمل كل حاجه وهي مش تعرف اي حاجه. يا جلال بيدي في التوهان، مش عايشه معانا على الارض. احنا بس نخلص من مشاكل الضرايب والعملاء اللي واخدين علينا احكام، وبعد كده وبنفس الطريقه هرجع لك كل حاجه ونقطع الورق. وشكرا للأليسة صدفه على حسن تعاونها. يا مسهل يا رب. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.